بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسم الهندسة شباب، عايزين نتعلم ازاي نقدر نتخيل الرسومات كويس ونقدر نعمل المساقط ونعمل الايزومتريك ونستنتج المسقط التالت، ولو في سكشن ناخده، فازاي الكلام ده كله نعمله. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا باشمهندسين، الرسمة دي رسمة بسيطة عشان كده انا بريح دماغي بيها شوية. عايزين نتخيل مع بعض، ناخدها كده كوبي كده على جنب. يلا بينا ناخدها كده على جنب، بعد كده نروح ماسكين المساقط دي كده ونعمل لها 3 دي روتيت. 3 دي روتيت، اختار المحور ده والف حواليه واخليها تبقى واقفة كده رأسي كده بالشكل ده، اعمل لها موف لحد النقطة دي، بعد كده اعمل لها روتيت بالشكل ده كده كده، اعمل لها موف احطها على النقطة دي كده. تمام التمام تمام. بص شفت الرسمة سهلة اوي ازاي. طيب كده احنا فهمنا كل حاجة، فهمنا ان الفراغ ده بتاع الداش ده، فهمنا ان الخط ده فرق ما بين المستويين دول عشان كده رسم الخط ده، فهمنا ان الداش ده والداش ده الداشين دول بتوع الفتحة دي، فهمنا ان الخط ده فرق ما بين المستويين دول ما بين الخط ده والخط ده، فهمنا ان ان الخطين دول معناهم الفراغ ده الفتحه دي كده. الدنيا بقت كلها من اولها لاخرها واضحه. طيب عشان كده وننجز بقى في السريع، نشيل الداش ده ونرسمها، نروح قايلين له كده ممكن اعمل ريجون او ممكن اعمل يونيون، عندي 6000 طريقه يعني. المهم يعني اخد دول كده مع بعض واعملهم كده بقوا كتله، اقول له اكسترود اي اكس تي واجيبه لغايه هنا، واروح لافف الناحيه التانيه كده واقول له بريس بول بريس بول، واقف على الفتحه بتاعت الدايره دي واقول له هاتها للاخر، والفتحه بتاعت المربع دي واقول له هاتها للاخر. خلصت الرسمه ازاي؟ في اسهل من كده؟ في اروع من كده يا شباب؟ مفيش. الرسمه خلصت، متخيلين المنظر؟ فيجوال ستايل رياليستيك اهي. نلونها، ايه رايكم؟ نلون ونخسر ايه لما نلونها؟ عشان نخسر حاجه، بس انا عايز اشيل دول كده ديليت، وهاتها كده بقى ارجعها لي كده على جنب كده. تمام، واحطهم لي كده في تو فيرتيكال، هات لي دي كده في الايزومتريك وقربها مني كده، ودول كده هاتهم لي في البلان. ايوه في التوب التلاته دول كده. تمام، تعالى بقى هنا كولر فيس. فين الكولر فيس يا باشمهندسين يا متعلمين يا بتوع مدارس؟ فين اهو سورد ايرثينج، هنا الفيس دي والفيس دي، الاثنين دول باللون الاحمر، الفيس دي والفيس اللي جوه دي، الاثنين دول باللون الاصفر، الثلاثه فيس دول الفيس 2 3 4 باللون الاخضر عشان البلان، واللي جوه ده باللون الازرق كده. خلصت الرسمه، خلصت الرسمه. وبصراحه بصراحه لازم اخد منها كوبي عشان عجباني بالشكل ده كده، ونروح عامل لها سلايس كده، تقول له سبيس وتروح واخد دي كده وعامل لها ديليت. شفت الرسمه اهي؟ عشان بس دي بعد شويه لما اجي اقول لك هات لي السكشن ما تقوليش مش عارف اعمله. ها، يبقى هو ده السيرش، هو حرف ال ده اللي هيتعمل له تهشير، وغير كده مفيش اي حاجه هيتعمل لها تهشير. الرسمه بقت سهله جدا وبسيطه جدا. تعالوا بقى دلوقتي نروح نخفي المساقط دي ونرسمها تاني. تمام، يلا بينا يلا بينا. توكلنا على الله، بس اوعى تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتساعدني في نشر الفيديوهات كويس جدا، وتدعي لي بالله عليك، وتدعي لابويا الله يرحمه، ويعني ادعي لي زي ما انت على قد ما تقدر. الله يجازيكم خير، بشكركم، بسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.